أبدأ معك أستاذ أمير. ليست المرة الأولى التي تتلقى إسرائيل نبأ أن هناك محتجزين قضوا في غزة، ولكن لماذا هذه المرة 6 جثث أثارت كل هذا الرأي العام وغضب الشارع الإسرائيلي؟ بسبب الضرب بالأساس، بسبب أنه هؤلاء كان ممكن أن يكونوا أحياء، وكان مرشحين أو غالبيتهم مرشحين أنه يعودوا في المرحلة الأولى من الصفقة. لذلك ضمن التهمة الأساسية الموجهة لنتنياهو وحكومته بأنهم يعوقون هذا الاتفاق، وبأنه لو كانت هناك مبادرة إسرائيلية أو لإبرام الصفقة أو توجه إسرائيل لإبرام الصفقة لكانت وفرت حياة هؤلاء وحياة من ذهبوا قبل فترة وقتلوا قبل فترة نتيجة القصف الإسرائيلي. لذلك الأمر يعني كان دمج للمطالب السياسية المطالب بالصفقة، ولكن يبدو أنه يعني لم تأتي كلها يعني ولا هناك أي فائدة من كل هذه الاحتجاجات حتى اللحظة. أستاذ أمير، إذا ما قارنا ما يجري في الشارع مع كلمة نتنياهو قبل دقائق قليلة، كان نتنياهو من أصغى إليه جيدا، يعني كان هناك مشهد رهيب انه تجاهل تماما كانه لا توجد مظاهرات. صحيح. ولا احتجاج ولا توجد اي حركه في الشوارع سوى صوته، وعمليا هو توجه بخطابه بشكل واضح جدا الى الشق الذي يؤيده في اسرائيل المنقسمه وعلى ذاتها، وهو توجه الى اليمين وعزز من محاججته وتسويقه بان الموضوع ايراني وبان الموضوع في نهاية المطاف هو حرب وجودية على إسرائيل وإسرائيل هي الضحية فيها. إضافة إلى ذلك، أعتقد في هذا المشهد قبل الخوض في مضامينه كانت الخارطة التي استخدمها نتنياهو لكل فلسطين التاريخية والتي اعتبرها دولة إسرائيل، إضافة إلى الجولان المحتل السوري المحتل. لذلك فهو توجه إلى اليمين بشكل واضح جدا إلى جمهوره كي يؤلبه، كي يهدد أو يسوغ عمليا قرارا لاحقا قد يتخذه بإقالة جالانت في حال نجح في ذلك، وأيضا في أن هذه الحكومة موجودة لتحكم وأن الكابينيت موجود ليدير الحرب عمليا، وبأنه الآمال ضئيلة جدا في الصفقة رغم أنه لم ينفي إمكانية مرحلة. نعم. أولى من الصفقة. نعم أستاذ أمير.